يا هلا باسم الكريمة والحشيمة والأصيلة أم يوسف يا سعدها اليوم بفرحة ولدها افرحي وتبختري بين التراحيب الجميلة هطنخي والعود الأزرق ينفح بفرحة أميرها اتباها يا أم يوسف وهي اللي على الضفان بهمسة التراحيب وبطلات وردي ومديني طاقة طيب للربع والخلان وضوي على نجموع الفرحة الخيالي فقط وحصريا فقط وحصريا على استوديو إقليم الخليج على استوديو إقليم لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشهد في عالم الزفات والشهد والقصائد الشعريه او الاستفسار التواصل على الجوال 05-66-92-48 او الهاتف 0-66-66-92-48 فقط وحصريا فقط وحصريا على استوديو إقليم الخليج على استوديو لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشنات والقصائد الشعرية على استوديو إقليم الخليج لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشنات والقصائد الشعرية للطلب أو الاستفسار التواصل على جوال 05-66-92-48 فقط وحصريا فقط وحصريا على استوديو إقليم الخليج على استوديو لكل جديد وحصري في عالم الزفات والشنات والقصائد الشعرية مبروك يا يوسف وهدوري حالك زهر أيامك انتلت بطلة جمالي عسى فالك التوفيق والسعد لك عنوان يحرسك لمضة الكون بكل موتي 05-66-92-487 أو استوديو إقليم الخليج.